23. نعم 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 نعم، الوافد الجديد لبطولة الدوري المرخية حقق الانتصار على حساب نادي السد الزعيم السداوي الجيد برفقة وسام المركز السادس، لكن طموحاتهم من خلال هذا العام تعتبر طموحات كبيرة، أمانيهم من خلال هذا العام تعتبر أماني كبيرة. هذا الموسم ربما مختلف، هذا الموسم ربما متغير، هذا الموسم أي نعم قبل بداية انطلاقة بطولة الدوري لم نفيد الجديد هنا وهناك بالألوان أو الألوان الصقور برزان وألوان النادي الأهلي. نعم طلت هذه الموسم تبدو مختلفة تماما. على بركة الله ضربة البداية حضرت من حكم المباراة عبد الهادي الرويلي لخمخية أمام نادي السد، 7 أهداف. نعم ما تكون مهدد بالهبوط في بطولة الدوري، راح المرخية راح، الشحانية لم يصعد. نعم من خلال هذا الموسم الألوان البيضاء الكاملة للمدرب اللي يعتبر مدرب مميز الاهلي يزن نعيم في حراسه المرمى بالرقم 1 بالاضافه لشجاع خليل زاده، لكن محاوله فرصه خطاره خطاره هذه التسديده لكن عبرت الى اللاعب الشاب ليثبت نفسه في قائمه النادي الاهلي واللي كان حاضر مع نادي الريان، هذا عبد العزيز هزاع بالمناسبه اللي كان يلعب في خط الهجوم يحضر مع النادي الاهلي كاف. الجانب المقابل على يسار الشاشه عزيز المتابع نادي ام صلال، نعم في حراسه المرمى سامي بالرقم 13 يلعب، عمر يحيى بالرقم 2، اسماعيل ابراهيم بالاربعه، عبد الله بالخمسه، علي محمد بالستة، راشيدو بالسبعة، وجواو بالعشرة، خالد عبد الرؤوف بالاثناش، وادريس صديقي بالسبعتاش، جوناثان كوتشين. عودة لسنوات الماضي، عودة لموسم كان ماضي وكان حاضر فيه 2008. مرمى يزن نعمات أو يزن عبد الله النعمات الحاضر في الخط الأمامي في تشكيلة النادي الأهلي. كرة مرة أخرى، محاولة فرصة البرتغالي جواو تكسيرا حاضر في صفوف نادي أم صلال، هذه الأسماء حاضر في نهائي كأس لبنان. هذا الحكم كرة عالية رأسية كوجيا ويزن نعيم، سفيان هني، سفيان هني، شجاع خليل زادة، محاولة فرصة لعناصر مصار، سردار سردار خطيرة باللعب. الله الله الله، تراني أنا الفيل الإيفواري كوجيا، قلت في الموسم الماضي نعم في بداية الموسم مع الغرافة لما سجل كوجيا، لو سجل كوجيا أعيد وأقول تراني أم لا تراني، أنا الهداف الإيفواري كوجيا. مبارك وعادل مال الله وفرج عباس، كرة محاولة من جديد، لعبة خطيرة عن طريق سردار، يحاول سردار إلى يعتبر من خلال الجولة الأولى 1-1. باتريك إيزي وأيمن حسين كان سجلوا في تلك المباراة في الجولة الثانية. رؤوف في اللقطة الماضية نقلة من ناحية اليسرى عن طريق سردار، يحاول سردار إلى الرشيدي، الرشيدي بكرة عرضية ومن ثم صعبها الرشيدي، صعبها الرشيدي، عادت إلى سردار، سردار سردار إلى جواو، محاولة داخل منطقة الجزاء. الله الله، واحد من جبال الأهلي، نعم واحد من جبال العميد الأهلاوي. شوف شوف عدة تكسارة، يا الله، عايدة إلى جواو، جواو إلى سردار، يتحرك سردار، يتقدم سردار، الرشيدي سردار، واحدة اثنين جميلة ومن ثم كانوا حاضرين مع النادي الأهلي أو اللي كانوا حاضرين في المنتخب من قبل النادي الأهلي، لكن هذه محاولة كوتشية، كوتشية، واحدة اثنين، سردار سردار بيد الله لمصلحة نادي أم صلال. جواو تكسارة، محاولة سردار سردار سردار، البحث عن عرضية، سردار يريد المرور، سردار سردار بتمريرة، برفقة اللاعب أو ناقل الكرات للخطوط الأمامية، سردار لكرة عرضية عالية، لكن كوتشية كوتشية يواجه صعوبة أمام كنعاني وشجاع خليل زادة، فرصة حاضرة، تسديدة يزن نعيم يتصدى لكرة السردار، ما زالت قائمة لعبة سردار، يعاني 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 يا يزن نعيم.
ليعرفوا كيف يقف كوتشيه. لكن شوف كرة ساردار، لعبة ساردار وضربة ساردار وتصدي ليزن نعيم في اللقطة الماضية، تسديدة ساردار المرة الأولى، يزن نعيم قال له حاول ثاني، المرة الثانية قال له شوفوا هذه بمهارة هذه بمتعة، لكن يزن نعيم قال له روح وجيبها من جديد، الثالثة ثابتة قال له ساردار. هذه كرة ساردار المرة الأولى بالقوة كانت، لكن تصدى يزن نعيم، المرة الثانية بالشطارة بالمهارة، لكن كان يزن نعيم رائع، كان رائع في هذه اللقطة، وتألق يزن نعيم وتصدى اللعبة الماضية. الله يا محمد حسين كان عالي، شفت رقم 12 إدريس بال17 وجوناثان كوتشي 22 عبد الرحمن فايز الرشيدي يلعب. هل يمكن لصقوري برزان بأن يسجل الهدف الأول بأن يتقدموا في نتيجة اللقاء؟ تسديدة عبرت راحت إلى ضربة مرمى، عبرت اللمسة الأخيرة، كل ما ينقص نادي مصلح. نعم اللمسة الأخيرة تشعر بأن كل ما ينقص نادي أم صلال. شوف التسديدة اللي كانت موجودة، كان يطالب بركلة ركنية في هذه اللقطة، هل هي صدمت في أحد لاعبي نادي أم صلال؟ شوف اللقطة، هي ركلة ركنية. تقدم إلى الأمام، عايدة في وسط الملعب، ساردار راشيدوف كل السلامة لأحد لاعبي النادي الأهلي. نعم سيسجل النادي الأهلي في قادم الدقائق. أم صلال يستمر على ضياع الفرص، إلا إذا يا ساردار العرضية، ويزن نعيم يتصدى، يتعملق يزن نعيم. ساردار قرب عليه، لكن نقلة ممتازة حاضرة جواو تكسيرا، لعبة من تكسيرا، هدفها على كنعاني، وهذه لأم صلال. الصقر يبحث عن التحليق من خلال هذه الأثناء، صقوري برزان لجواو ولساردار. هل تكون هنالك فرصة للنادي الأهلي؟ هل يستيقظ النادي الأهلي؟ النادي الأهلي مختلف في هذه الجولة الأولى، هل كان هنالك معسكر هذا النادي؟ هذه الأسماء تريد أن تقدم شيء لهذا النادي. لعبة مرة أخرى، ساردار أمام نيكولا، ساردار غائبة من راشيدو. ساردار مع تحفيز وتحية لساردار من وسام رزق، نعم يدعم لاعبي وسام رزق لأنه يعرف بأنه هو قريب من الثلاثة. في عمل كبير من الرشيدي من خلال أحداث هذه المواجهة، عبد الرحمن فايز الرشيدي، ساردار الله هذه الفرصة، غريبة هذه الفرصة يا ساردار، شاف الطريق لعبد الرحمن، مهد عبد الرحمن، عدى المرمى خالي يا رجل. وبالتالي قد يسجل النادي الأهلي في أي دقيقة، إلا أن تذهب هذه المباراة إلى التعادل السلبي. ساردار إلى جواو إلى خالد عبد الرؤوف من الناحية اليسرى، خالد عبد الرؤوف على طول، جواو تكسيرا، لمسة إلى أمام، ساردار راشيدوف، نقلة جميلة، ساردار الكرة الملعوبة العرضية للقائم الثاني والمغربي الهولندي إدريس على طول إلى خالد عبد الرؤوف. الله 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 الله، شوف خالد عبد الرؤوف وكرة ساردار لا توجد فيها راية بل يوجد فيها تألق لحارس المرمى يزن نعيم. نعم يوجد فيها إلى الأمام، عائدة مرة أخرى، محاولة تدخل في هذه الكرة. نعم حاضر بي أداء ومستوى وصل الملعب. تفاريس، سيد تفاريس المدرب البرازيلي اللي كان حاضر مع نادي بوهانغ، ممنوع أحمان فايز. هذا ساردار يحاول، ساردار سقط وساردار يتحصل على خطأ لنادي أم صلال لهدف التعادل، لعودة صقوري برزان ولكن يستعجل كوتشية. هذه كرة ساردار في كل وقت وفي كل حين وفي كل مرة وفي كل ثانية أمام محاولات نادي أم صلال. اليوم يزن نعيم هو اللي واجه نادي. انتهت الأربع دقائق، نعم انتهت الأربع دقائق من تصدير
انتصار للنادي الأهلي.